أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في مشوار جديد من مشاوير برنامجكم شاهد وشواهد. التاريخ مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين ليس مجرد قصص تروى وحكايات تحكى، ولا مجرد تسجيل للوقائع والأحداث. والتاريخ ليس علم الماضي مثل ما يقول البعض، وإنما هو علم الحاضر والمستقبل. لذلك يحرص الغزاة والمستعمرين والفاسدين والمنتمين لمشروع التدمير إلى محاولات طمس التاريخ وتشويهه لتضليل الحاضر وقطع الطريق إلى المستقبل. ومن هنا فنحن في شاهد وشواهد نحرص على إنارة الطريق إلى المستقبل من خلال القراءة الواعية والدقيقة للأحداث، وبفلسفة وطنية وإنسانية وأخلاقية صادقة تدفعنا لرؤية الواقع بعيون مفتوحة وعقول مدركة وواعية. ولأن ما حصل في العراق منذ احتلاله عام 2003 حتى اليوم هو حدث كبير وجلل بكل القياسات وبكل المعايير، فلابد للعقول العراقية الواعية أن تتوقف عند هذا الحدث الكبير وتقدم شهادتها للتاريخ وللناس وما ينير طريق إلى المستقبل. ومن هنا كانت هذه الحلقات في شاهد وشواهد مع الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي. دعوني أولا أرحب بضيفي وضيفكم في هذا المشوار، ربما الذي أتوقع أن يكون طويلا وجميلا وفيه الكثير من العبر والأمثلات، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ وليد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ وليد الزبيدي، ضيفا كريما في برنامج شاهد وشواهد وفي قناة الرافدين. شكرا جزيلا دكتور رافع، وتاريخ طويل حضرتك وثقت عبر سنوات قاسية ومريرة، فجهد مبارك من حضرتك من قناة الرافدين، تحية لكم ولمشاهدي القناة في كل مكان. بارك الله فيكم أستاذ وليد. أعزائي المشاهدين مثل ما تعرفون في عام 2003 في 9/4/2003 تحديدا دخلت القوات الأمريكية إلى بغداد، وكان الجنرال قائد القوات الأمريكية تومي فرانكس يعلن بيانا يقول فيه: لم نأتي مستعمرين، جئنا محررين. ليعيد نفس القصة التي قالها قبله جنرال مود في 17/3/2017 عندما دخلت القوات البريطانية إلى بغداد وقال: جئنا فاتحين ولسنا مستعمرين. هكذا قالها، تكرر نفس الخطاب، لكن واقع الحال كان واقعا مريرا، كان احتلالا بكل معاني الكلمة، كان تدميرا، كان خرابا مشروعا لتدمير العراق. قبل هذا كان العراق يعني قبيل الحرب ينتظر هذه الحرب بقلق بترقب. أهل العراق أنا أقصد بكل فئاتهم، كان العراق يعيش لحظات حرجة، ما زال يعيشها لحد الآن للأسف الشديد، لحظات حرجة ولحظات حاسمة في تاريخه. هذه الأيام، هذه اللحظات، كلنا كنا، من كان يعيش في تلك الفترة كان شاهدا عليها. ومن هنا سأبدأ يعني سأترك للأستاذ وليد الزبيدي ليقدم شهادته عن تلك الفترة وصولا إلى احتلال العراق وما حصل خلال احتلال العراق طوال هذه السنوات من عام 2003 ما يقرب من 15 سنة. أستاذ وليد، أنت يعني كإعلامي وصحفي وكنت معروفا يعني ومراقبا للساحة العراقية، مهتما بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق، وكانت لك عيون في كل مكان وحركتك وعلاقاتك ورؤيتك الخاصة، كيف كنت ترى العراق قبيل الحرب، قبيل احتلاله عام 2003؟ كيف كان حال العراق؟ ما هي شواهدك عن تلك الفترة؟ ما الذي تختزنه ذاكرتك من قصص وحكايات يعني تعطي صورة لما سيلي من أيام في الاحتلال، يعني ما كان يمهد لهذا الاحتلال؟ كيف تراك كنت تلك الأيام؟ ولنبدأ من المقولة التي تؤكد عبر العصور أن المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ. لهذا عندما حصل نصر عسكري لا أحد ينكره على العراق، يعني في من 19/20/2003 إلى 9/4/2003، فأعتقد الكثيرون أن هذا
النصر هو الذي سيوثق التاريخ اللي حضرتك الآن، وجهودك مستمرة لتوثيق هذا التاريخ عبر برنامج تلفزيوني شاهد وشواهد. نعم. ولكن الحقيقة في العراق يعني انقلبت هذه المقولة أو ارتدت على الأقل في جزئية العراق، لأن تأكد لاحقا أن النصر مقولة أن المنتصرين هم الذين يكتبون التاريخ. نعم. تأكد أن النصر العسكري الحازم والسريع قد لا يكون نهائي، وتكون له ارتدادات أخرى حتى تحصل مقاربات كثيرة. الحرب على العراق لم تبدأ في ربيع 2003. نعم. يعني هناك متغيرات دولية كانت، ومتغيرات إقليمية، ومتغيرات في العراق. واقعا بعض القراء الاستراتيجيين المحللين توقعوا بعد الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت في 2008 أن يحصل شيء ما. 1988. 1988. نعم. في آب أغسطس. نعم. ما هذا الشيء؟ ما ملامحه؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن. والسبب أنه غير مسموح للعراق أن يكون قوة عسكرية كما خرج في حرب إيران. نعم. الحرب لم تكن سهلة مع إيران، وكل الحروب كوارث في الحقيقة، فيها خسائر في الناس وفي الأموال، ولكن هناك حسابات إقليمية، هناك أمن إسرائيل، هناك الخوف من العراق، العراق البوابة الشرقية. هذه قد يراها البعض مصطلحات أو شعارات، ولكن على الأرض لها دلالات كثيرة. نعم. فالذي حصل قبل الحرب وهو الحدث الأهم على مستوى العالم، أنه عندما كانت الحرب الأمريكية 30 دولة أكثر من 30 دولة على العراق في مطلع عام 1991. نعم. المفكر الأمريكي المشهور فرانسيس فوكاما، صاحب كتاب نهاية التاريخ، قال بعد بداية الحرب أظن في أسبوعين، صرح قال الآن أنهينا العراق وانهار الاتحاد السوفيتي. نعم. وأصبح التاريخ أمريكي، القرن المقبل، يقصد الواحد قرن أمريكيا، سيكون قرن أمريكيا بامتياز. نعم. فلم يكن تدمير العراق وحده في 91، في ذلك الوقت كان يعني الاتحاد السوفيتي في النزع الأخير وانهار مطلع المنظومة الاشتراكية كلها انهارت في ذلك الوقت. نعم، كانت تتفكك وانهارت في تلك الأشهر أيضا. نعم. تم إعلان انهيار الاتحاد السوفيتي، وعندما انهار الاتحاد السوفيتي اللي هو كان معادل للقوة الأمريكية في القطبية الثنائية، إذن هناك تفرد، التفرد للولايات المتحدة، القوة العسكرية الأولى، الاقتصادية الأولى، الإعلامية الأولى. نعم. من الهدف أمام هذه القوة الهائلة؟ العراق. العراق محاصر استمر طيلة السنوات عسكري، يعني من الناحية العسكرية والاقتصادية، طبعا الحصار له تداعيات. دعنا استاذ وليد توقف هنا لحظة. أنت تقول إنه يعني الهدف كان العراق، لماذا؟ هل كان العراق يشكل يعني مصدر قلق أو مصدر مواجهة للغرب؟ يعني هل كان يشكل مصدر خطر على الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أو في تلك الفترة، ولم يبقى إلا العراق لإزاحته؟ ما الذي يعني هذا؟ في الواقع إذا عدنا إلى قبيل الحرب على العراق وأثناء الحرب وبعد ذلك، أكثر من مرة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قال ذهبنا العراق لتأمين حماية إسرائيل، وهذا أمر مهم. يعني هذا الكلام تردد كثيرا. نعم. حماية إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة من الأولويات، يعني هذا اتفق عليه جميع الباحثين والمراقبين. فكان يعني قراءتي. نعم. أن الولايات المتحدة تفردت بالعالم، أرادت أن تعطي درسين للأمم والشعوب الأخرى. نعم. على الأقل التي تقع ضمن توصيف العراق في المنطقة العربية والإسلامية. التوصيف الأول أنه نحن قادرون على أن نحول شعب غني إلى جائع، العراق من أغنى الشعوب
ومن خلال الحصار كانوا يبحثون عن نموذج، النموذج المنهار يسقطوه على العالم كله. النموذج المنهار. نعم. فعندما يكون نموذج العراق المعروف أنه شعب غني بثرواته وبعلومه ومعارفه وبعمالقته بكل شيء ينهار خلال أكثر من عقد، يعني من 1990 إلى 2003، إذن هناك يكون انهيار آخر عسكري. فصورة العراق القوي في حرب الثمانينات الذي خرج بقوة عسكرية كبيرة يجب أن تنهار وبسرعة. هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن دول كثيرة أخرى ستخشى القوة الأمريكية. وتتذكرون أن مثل العقيد القذافي رحمه الله عندما حصل الذي حصل في العراق أعلن شبه استسلام للغرب. هناك دول لم يظهر فيها مسؤول حتى لإجابة وسائل الإعلام أثناء بعد الانتهاء الحرب على العراق خلال 3 أسابيع. السبب أن الأمريكان تمكنوا من تقديم صورتين، صورة للمجتمع العراقي الذي أصبح ضعيف وواهن بسبب الحصار، وصورة للقوة العسكرية الأمريكية. وهنا الأمر المهم أنه هذه قوة عسكرية عملاقة، يعني عندما انتهت الحرب ب3 أسابيع هم تحدثوا عن القاصفات B-52 والشبح، وتحدثوا عن الأبرامز وصواريخ كروز، ولكن عندما يتحدثوا عن هذا الأمر كان يفترض أنه يذكروا أنه الجيش العراقي لا يملك أي شيء. نعم. فهم صنعوا بهالة إعلامية كبيرة أنه هذا نصر كبير، ولكن أنت تتحدث بعد 13 سنة من حصار العراق، من حصار وبدأ الحرب. نعم. تشومسكي المفكر الأمريكي المعروف، نعم، بعد أن انتهت الحرب أيضا له تصريح مشهور قال يمكن أن نوصف الحرب على العراق مثل بطل الملاكمة بالعالم وأمام طفل صغير. نعم. ماذا يفعل به؟ هذه مقارنة يعني فيها وجه حق، ولكن العالم يشاهد صورة. العالم كان لا يعرف تفاصيل الأسلحة العراقية التي هي قديمة، أيضا دمروا كل شيء بالأسلحة. يعني تعرف حضرتك قبل يومين من بداية الحرب تأكدوا من تدمير آخر صواريخ صمود 2. نعم. اللي كان مداها 150 كيلومتر. تقصد فرق التفتيش؟ فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة. فهذه الصورة يجب التأكيد عليها، يجب التذكير بها، أنه العراق انهار سريعا لأنه ليس هناك تكافؤ في القوة العسكرية. نعم. ولأن العراق تعمدوا تجويعه والتضييق عليه لكي يكون مطلع القرن 21 كما خطط المحافظون الجدد وأعلنوا ذلك هو يعني القرن الأمريكي بامتياز، بمعنى أن الدول التي تقع ضمن التوصيف العراقي أو قريبة من التوصيف العراقي ستخاف من التجربة العراقية ولن تتحارش لا بأمريكا ولا بإسرائيل. نعم. الدول الكبرى الاقتصادية التي يعني ناهضة مثل ألمانيا والصين أيضا ينظرون إلى أمريكا من خلال قوتها العسكرية، لأنه الإعلام الأمريكي كما تعرف حضرتك وخاصة CNN تسوق للمنتج الأمريكي بما فيه منتج القوة العسكرية. نعم. فكان العالم على مفترق طرق. قبل العراق كانت الحرب على أفغانستان وسيطرة الأمريكان على أفغانستان وانهار الطالبان. فأنا أعتقد أنه أهم مفصل في التاريخ الحديث هو الحرب على العراق، ولكن الأخطر والأهم من ذلك ما الذي حصل بعد الحرب. ربما 11 أيلول كانت يعني كانت نقطة يعني فارقة في هذه القضية، ما حصل في أمريكا من قصف ربما يعني كانت هي بداية وإعلان يعني هذا ما تحدث به هذا المخطط الذي تحدث عنه في أفغانستان والعراق، هكذا تراه ولا يعني كانت الإشارة أو الضوء الأخضر للبدء؟ هو المخطط موجود يعني، وإنما تحصل أحداث أو غير ذلك
يعني 11 أيلول حدث في مكان، نعم، يعني اعتبر زلزال يعني وقع على عدة مباني، ولكن الخطورة عندما يحصل اعتداء خطير واحتلال على بلد مثل العراق وأفغانستان من قبل قوة دولية كبيرة، ولا يتردد قادة هؤلاء من أن يسموها هذه حرب دينية كما قال جورج بوش الابن في ذلك الوقت. وتركيبة المجتمعات هذه، وأكو غصة كبيرة كما يعرف الجميع من الاستعمار البريطاني وبعد ذلك من الاحتلال الإسرائيلي وأيضا من الوجود الأمريكي، فلهذا المتغير أعتقد كان مهم. هناك سؤال أنه هل التقديرات العراقية كانت دقيقة للحرب ومواجهة أمريكا يعني التحالف الأمريكي البريطاني القوي؟ قبل هذا أستاذ وليد دعني أسألك، أنا أعرف يعني أنت كنت تدير أشبه بالوكالة للأخبار في ذلك الوقت، كنت تتعامل مع كثير من الصحف العربية وربما الأجنبية، مع كثير من وسائل الإعلام العربية والخليجية والأجنبية، وكنت تدير أشبه بوكالة، تقدم تقارير وتقدم تحقيقات وتقدم أخبار، كنت تلمس أن العالم الخارجي على الأقل إقليم يفهم أو هو أكثر دراية من العراقيين بأن ما سيقع على العراق شيء مهول؟ هل كان أهل العراق أقل معرفة بالخارج؟ لماذا؟ يعني البعض كان يرى يقول أنه نحن في الخارج نعرف أكثر منكم، نرى الأمور أكثر منكم، أنتم لا ترون شيئا، وكنا يعني ربما نصدق هذه. هل كنت تراها بهذا الشكل وأنت تتعامل مع الخارج بهذه الطريقة؟ نعم، طبعا تفضلت به، يعني كوني أنا مستقل يعني عمل قطاع خاص، نعم، فكان هذا عملي ضمن اختصاصي أنه يعني أزود مجموعة من الصحف والمجلات العربية بأخبار ومقابلات، وهو كان أيضا مهم لأنه كان حصار على العراق. نعم، يعني حتى نشر مقابلة عن مخرج عراقي أو روائي أو قاص كان شيء جيد أنه واحد يعرف الإبداع العراقي عن مشاكل هموم الاجتماعية. نعم، قضية القناعة بما سيحصل لا تقتصر على الداخل أو الخارج. يعني أنا تحضرني حادثة حصلت، نعم، يعني من المناسب أنه أتذكرها وحضرتك تسأل هذا السؤال. نعم، تعرف حضرتك أنه قبيل الغزو وصل عدد كبير جدا من الصحفيين والإعلاميين في العالم، أعتقد وصل عددهم 1700 صحفي. نعم نعم، فقبل يومين من انطلاق الحرب، نعم، وصل صحفي أردني الأستاذ فؤاد حسين. نعم، أستاذ فؤاد حسين وصل يغطي لقناة المنار اللبنانية وهو صديق الأستاذ الصحافي، يعني حتى دخل بتوسط منه. نعم، فدعيتهم لأن أنا كنت على اتصال وياه، فدعيتهم هو مصور وياه، تغدينا في مطعم فوانيس في أبو نواس. نعم، فقبل يعني يأتي الأكل سألني سؤال، قال لي أستاذ وليد تعتقد أني 6 أشهر وأخذ إجازة أروح لأهلي؟ 6 أشهر أخذ إجازة؟ يعني برا 6 أشهر يلا أخذ إجازة وأروح؟ نعم. فأنا بكل بساطة جاوبته، قلت له الأمريكان سيدخلون بغداد من 2 إلى 3 أسابيع. نعم، هذا الكلام كان عن مشارف الشهر الرابع لا قبل الحرب يومين. قبل الحرب يومين، نعم، ضبط قبل 48 ساعة. نعم، قبل يوم 19، يعني الحديث هذا يوم 16 أو 17. نعم، فهو تفاجأ وانزعج، قال لي هذا الكلام مو صحيح، وحتى يعني الأكل ما يعني كأنه ما يريد يأكل. فأنا حاولت أشرح له أنه شيء اسمه تكافؤ القوة، يعني ماكو نسبة بالقوة العراقية. أنت ترى أنه التكافؤ لم يكن موجودا، ولذلك عندك معطيات تؤكد لك أن القوات الأمريكية ستدخل العراق بكل يسر وبسهولة وبسرعة. يعني أنا قلت له من 2 إلى 3 أسابيع. طبعا وراها قمت أشوفه في المركز الصحفي في وزارة الإعلام. وزارة الإعلام طبعا لا يصد علي ولا حتى يسلم فؤاد حسين، وهو حي طبعا
فحقيقة من يوم 9/4 إذا حسبناها هم الأمريكان دخلوا وصلوا العراق خلال أسبوعين. نعم. لأن الحرب بدأت يوم 20، توقفت القوات الأمريكية يومين، يوم 26/27 بسبب العاصفة الترابية تتذكر. نعم. لم تتقدم. ودخل أول دخول القوات الأمريكية برا إلى المطار يوم 3/4. نعم. فهي أسبوعين عمليا، ولكن أكملوا السيطرة على بغداد 9/4. ربما أستاذ وليد يعني وأنت يعني عذرا للمقاطعة، ربما هذا كلامك مع الصحفي الأردني يعني اللي لم يتقبله أهل العراق، أيضا لم يتقبلوا مثلا حديث وزير الدفاع سلطان هاشم عندما قال أن القوات الأمريكية ستدخل بغداد أو ستكون على حدود بغداد بعد 10 أيام أو ستدخل بغداد بهذا الشكل. عندما قالها أهل العراق كانوا في صدمة كبيرة، ماذا يقول هذا الرجل؟ والكثير منهم زعلوا عليه، يعني كانوا ربما البعض منهم اتهم بالخيانة، يعني ربما هذا قلة وعي قلة رؤية ماذا؟ هو سأأتي على قصة تصريح وزير الدفاع الفريق سلطان هاشم. نعم. ولكن لأكمل لحضرتك. نعم. لأنه السؤال هل حضرتك هل في الخارج كانوا يرون الصورة بشكل دقيق وفي الداخل لا يرونها؟ نعم. أعتقد الأمر كان حساس ويحتاج إلى رؤية دقيقة سواء من الداخل أو الخارج. نعم. الأمر بهذا الشكل. في شهر 3/2004 بعد سنة جتني معلومات أنه مجلس الحكم، الناطق باسم مجلس الحكم، اتصل ببعض الفضائيات اللي يستضيفوني، بلغهم أنه لا تستضيفون فلان لأنه بدأنا اليوم نناقش موضوع اعتقاله، إصدار مذكرة اعتقال. اعتقال حضرتك؟ نعم. وليد الزبيدي. نعم. فكان رأيي أنه أروح أغيب شوي، فرحت الأردن. نعم. فذكرت فؤاد حسين، قلت موضوع شبيه فؤاد حسين، يعني موقفه غريب لأنه ما قام يرد، يعني ما يسلم علي بالمركز الصحفي. المهم خابرته، طار من الفرح الرجل، قال لي هسه أجيك كذا، قلت له لا أنا أجيك، اعطيني العنوان. رحت لقيت أما رجل متدين ملتحي أيضا، استقبلني بالأحضان فقال لي يا أخ وليد، أني أعمل في السياسة 40 سنة ولكن تبين أنه لا أفهم شيء. نعم. لأنه أنا من قلت لك 6 أشهر يعني أنا واثق أنه العراق راح ينتصر، أنت تصدمني تقول لي 2 أسابيع. فورا قلت أنت عليك جاسوس وتبث إشاعات حتى. نعم. ولكن اللي قلت طلع دقيق، فأنت أنا أريد يعني أسألك هاي معلومات ولا كيف توصلت له؟ قلت له والله أعتقد كل واحد يرى الأمور بشكل دقيق يعني يتوصلها بشكل بسيط مصاب. طبعا اي مو فقط تكافؤ القوة، يعني حتى يعني شيء بالشيء يذكر، فرنسا عندما حصل الغزو الألماني عليها في حزيران 1940، دولة إمبراطورية لديها مستعمرات وأسطول جوي وبحري ولم يمر عليها حصار، تعرف حضرتك خلال أسبوعين الألمان احتلوا فرنسا. نعم. وكانوا يعني بجانب برج إيفل خلال أسبوعين. نعم. فكيف بالعراق؟ فعموما هذا الأمر يعني يحتاج إلى دراسة، أو دائما الاستشراف يحتاج إلى دراسة. إذا تحب عن تصريح وزير الدفاع. نعم. الفريق سلطان هاشم صرح هذا التصريح يوم 28/3. نعم. وقال بالنص أنه القوات الأمريكية تبعد عن بغداد 140 كيلومتر أظن، وستصل إلى بغداد من 5 إلى 10 أيام. نعم. طبعا كثير ثار لغط هذا، وفي وقت سمعت كثير أنه هذا الكلام يعني سيعاقب عليه. نعم. أنا تحدثت عن هذا الموضوع في كتاب جدار بغداد. نعم. يوميات شاهد على غزو العراق. نعم. كان أول كتاب أصدرته حضرتك عن الحرب. نعم. بعد الحرب. نعم. لم تكن لدي معلومات، ولكن قراءتي أنه الفريق سلطان مستحيل أن يتحدث هذا الكلام من عندياته، مستحيل،
أولا يعني هو عمل في الجيش العراقي في حرب إيران وحرب 91، وهو قاد جانب التفاوض مع الأمريكان نعم في نعم خيمة صفوان نعم 91، وهو يعرف طبيعة وهو عسكري محترف ويفهم، يعني عمل فترة طويلة مع الرئيس الراحل صدام حسين. فكتبت أنه هذا توجيه من الرئيس. نعم. وأيضا بعض الأصدقاء قالوا يعني ما يعيدون. وصلتني رسالة من قائد كبير في الحرس الجمهوري طلع على الكتاب، يقول فيها أنه بعد قراءة الكتاب يقول نحن في القيادة العامة توقعنا أنه سيعدم سلطان هاشم. نعم. على تصريح القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة للقوات نعم. والحرس الجمهوري نعم. ولكن في اجتماع القيادة العامة تبين أن ما استنتجت عن بالكتاب دقيق، تبين أن التوجيه جاء من الرئيس صدام حسين. أكد لي هاي المعلومة وزير التجارة الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح. نعم. التقيت به في عمان قبل فترة، أكثر من مرة نلتقي، وسألت عن هذه الجزئية، فقال تناقشنا بها في المعتقل. حضرت دكتور في المعتقل الأمريكي الكثير من الوزراء والقيادة، ما توصلنا له أن الرئيس بلغ الوزير، وما كنا نعتقده أنه اجتهاد خاطئ من عنده، والهدف ذلك كان يعني حسب تحليلهم أنه الرئيس راد يحفز الأجهزة الأمنية والشعبية في بغداد تهيئتهم للدفاع عن بغداد للمواجهة القادمة للمواجهة، هكذا الرؤية، في حين كانت إسقاطاتها عند العراقيين خطيرة. وهو فعلا ما قال تحقق، يعني عندما قال 28/3 من 5 إلى 10 أيام، يعني 5 أيام كانت 3/4 هم دخلوا المطار. نعم. فيعني هذه قصة التصريح اللي كان يثير. أستاذ خلينا نتوقف عند يعني قصة هذا التصريح ونكمل بعد فاصل قصير إن شاء الله ونعود لاستكمال هذا الحديث. أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم يعني لنكمل الجزء الثاني من الحلقة الأولى من مشوارنا في شاهد وشواهد مع الأستاذ وليد الزبيدي الكاتب والباحث السياسي المعروف. أهلا ومرحبا بكم أستاذ وليد مرة أخرى. كنا قبل الفاصل قد توقفنا وأنت تحدثني عن بدايات دخول القوات الأمريكية إلى العراق، يعني تحدثنا عن رؤيتك أو قراءتك لأن القوات الأمريكية ستدخل خلال أسبوعين، وهذا ما تحدثته للصحفي الأردني، تصريح وزير الدفاع الفريق الركن سلطان هاشم أن القوات الأمريكية 28/3/2003 عندما قال أن القوات الأمريكية ستدخل بغداد من 5 إلى 10 أيام ستكون في بغداد. أنا أريد أن أسأل، يعني القوات الأمريكية دخلت العراق قبل، يعني في تلك الأيام كان الشارع العراقي يضج بأحاديث كثيرة، أنت كصحفي كمراقب كإعلامي كباحث سياسي تنظر ومستقل تنظر إلى الأمور بعين أكثر، يعني أكثر رؤية أكثر دقة وبعقل منفتح أكثر. كيف كنت ترى أن الشارع العراقي المواطن العراقي سيستقبل هذا الاحتلال؟ يعني هذه قبل الحديث عن الصدمة والترويع، يعني هل هذه الصدمة سيمتصها المواطن العراقي كنت تتوقع، أم أن المواطن العراقي سيجدها أكبر من حجمه، لا يصدق هذه القضية، ربما يعني لديه ظنون أو أوهام، ربما نقول أن ما يحصل ربما مجرد كلام وسينتهي هذا والعراق يعني مؤمن ولا يمكن سقوطه بهذا الشكل، كيف كنت ترى الأمور؟ في الواقع كانت هناك تصريحات من منظمات دولية وحتى الأمم المتحدة
يعني قبل أسابيع من بداية الحرب، كانت الطبول تقرع والحرب على الأبواب. كانوا يتوقعون أن يعني ملايين العراقيين سيخرجون ويصبحون في الصحارى ويحتاجون إلى اهتمام ورعاية. طرح هذا الموضوع كثير، يعني توقعوا من 3 إلى 5 ملايين عراقي يحتاجون إلى ذلك. لكن تجربة العراقيين في حرب 91 والحصار أيضا والقصف الذي حصل في عام أواخر عام 98 في زمن بيل كلينتون أعطى قوة أخرى للعراقيين. أن عندما بدأت الحرب ليلة 23 بدأت وكأن أبواب جهنم فتحت على بغداد والكثير من نود العراق، وحضرتك عايشة، كان قصف خطير وقصف هائل. نعم. البيوت تهتز، انفجارات وحرائق، ولكن يعرف خاصة أهل بغداد أنه لم يخرج من بغداد إلا القلة القليلة. نعم. قبيل الحرب وأثناء بدايتها، لكن أكبر عدد من العراقيين خرجوا كان يوم 3 و4/4. المشهد عصر يوم 3/4 بعد أن ترددت معلومات بين الناس أن القوات الأمريكية تجاوزت مدينة المحمودية باتجاه بغداد من الجنوب، وأن هناك قوة أمريكية على الطريق السريع متجهة إلى مطار بغداد. بدأت الطرق المؤدية إلى ديالة شمال شرق اللي هي من طريق الشعب تزدحم بالناس، تزدحم جدا، والطرق المؤدية إلى شمال بغداد باتجاه سامراء وتكريت وبلد، فكان وأيضا باتجاه الأنبار عن طريق. نعم. فلوج. ذلك اليوم بعد أن ازداد القصف وأيضا العديد من الفرق في الجيش يعني تفككت أو انسحبت، يعني خاصة الفيلقين الثالث والرابع في العمارة والبصرة، والمعلومات تصل طبعا إلى الناس، فأصبح وصول قوات الأمريكية يعني تحصيل حاصل. هنا خرج الناس من بغداد. نعم. أيضا طبعا أنا أقول خرجوا ربما 10 أو 20%. نعم. والنسبة الأكبر بقوا في بغداد لم يغادروها. يعني هذا يعطي دلالة أنه الحروب أيضا تعطي دروس في الصبر، في القوة، في الصمود بوجه التحديات. وإلا كيف يفسر بقاء ملايين الناس في مدينة بغداد وقوة مدمرة عاشوا تجربتها بال91 والآن قادمة بأكثر همجية وعدوانية؟ هكذا كان. ربما أستاذ وليد، يعني بال91 أعداد الذين خرجوا من بغداد أكثر من الأعداد الذين خرجوا في 2003، لا تقارن الأعداد. نعم صحيح. يعني هل هذا أنه درس ال91 علمهم شيئا، أم لأنهم كانوا يعتقدون يعني لا جدوى من الخروج؟ يعني في كل الأحوال أنت ستطالك النيران، ستطالك التدمير، سيطالك القتل أينما كنت. هل هذا كان الاعتقاد، أم هو يأس، أم هو استسلام لواقع فرض بهذا الشكل؟ والتفسيرات حقيقة هذه تفسيرات اجتماعية وليست سياسية. نعم. ولكن العائلة العراقية والشخص العراقي كما الكثير من بلدان ومجتمعات العالم يعني أصحاب نفس أبية، ولم يعتادوا على العاوز أو الخروج من بيوتهم. في 91 عندما خرجت الكثير من العوائل استقبلت في كل مناطق يعني في محيط بغداد سواء شمال أو غرب أو جنوب أو شرق، ولكن البعض عاد ويقول لو بقينا في بيوتنا. حتى التكريم ما يقبلوا يعني. حتى تكريم الآخرين لهم لم يقبلوا. وحقيقة هذا أنا سمعت بال2003 كثير من الذين امتنعوا عن الخروج قالوا لا نريد أن نكرر تجربة. هم مكرمون لم يتعرضوا إلا يعني سمعنا قصص وشاهدت أن كثير من العوائل التي تسكن في مناطق خارج بغداد
اجتمعت ثلاث عوائل في بيت واحد وفرغوا بيتين مثلا حتى يأتي النازحين. طبعا خلاف الصورة اللي حتى حاصلة الآن منذ سنوات، ملايين أصبحوا في العراء. في العراء بالضبط. فالصورة اختلفت طبعا. نعم أستاذ وليد، ما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع، كانت القوات الأمريكية قد بدأت دخول العراق من الجنوب، كثير من الروايات، الكثير من الكتب، الكثير من التقارير في ذلك الوقت وحتى الآن ربما تتحدث أن، والحديث دار في العراق أيضا، تحدث أن القوات الأمريكية عندما دخلت كانت هناك قوة صغيرة في أم قصر قاومت، وكل المناطق الأخرى القوى الكبيرة لم تقاوم، والقوات الأمريكية اندفعت باتجاه بغداد بسبب خيانات. أنت في كتابك جدار بغداد تنفي في كتابك نفيا قاطعا وجود أي خيانة من قيادات الجيش والحرس الجمهوري قبل وأثناء الغزو الأمريكي للعراق 2003، لكن قصص الخيانات كثيرة وطالت الكثير من الأسماء يعني، واختلطت لدينا الصورة، تداخلت الخنادق، لا أحد يعرف حقيقة ما جرى. كيف ترى أنت الأمور؟ لماذا يعني أنت كان لديك جزم بأن القيادات العسكرية لم تحصل بها خيانات، قاتلت؟ هل الجيش العراقي قاتل فعلا؟ وإذا كان قد قاتل مثلما يعني كان يعتقد الصحفي الأردني، كان يعتقد 6 أشهر يعتقد أن الجيش سيقاتل، وهذا الجيش القوي سيقاتل والشعب سيقاتل، لكن هل قاتل فعلا أم لم يقاتل؟ هل جاءت القوات الأمريكية فعلا يعني بسهولة ودخلت بغداد وكانت تعتقد أن الورود ستنثر عليها؟ كيف ترى الصورة؟ لماذا أم قصر قالوا عنها أنها قاومت والباقي لم يقاوم؟ نعم دكتور، هاي أسئلة تحتاج بحث كامل. نعم إن شاء الله إن شاء الله. لنأتي على موضوع أم قصر وبعد ذلك على قتال الجيش العراقي ونصل إلى ما سمي أو تم ترويج موضوع الخيانة. نعم. في الواقع يعني لم نكن نعرف ما هي الخطة الأمريكية في الغزو، يعني هل تدخل قوات أمريكية من غرب العراق، هل تدخل قوات أمريكية من عن طريق تركيا من الشمال أم من الجنوب. بدأ الحرب من الكويت، دخلت القوات الأمريكية والبريطانية. البريطانية في الجنوب البصرة والعمارة. نعم. الأمريكية تندفع باتجاه بغداد. نعم. واضح منذ الأيام الأولى أنه الخطة الأمريكية خلاف لتوقعات الكثير من العراقيين أنها لا تدخل المدن العراقية، تعزل المدينة وتتجاوزها وتتركها على حالها. نعم. فكان أول أمر حصل في أم قصر اللي تقع في أقصى الجنوب، وحصل نفس الشيء في البصرة والعمارة وبقية المدن. نعم. موضوع أم قصر، كان العراق في وقتها دولة مواجهة هذا الكم الهائل من السلاح والقوة الإعلامية. بالمناسبة الشيء يذكر، الجيش الأمريكي والبريطاني كان يرافقوه 500 صحفي بين مراسل صحفي وتلفزيوني، 500 واحد يعني يغطون. نعم. نشاطات. نعم. الجيش الأمريكي والبريطاني. كنا نسمع أنه مرتبطين في غرفة معينة بالجيش الأمريكي يعني. نعم طبعا. نعم. هم كل وحدة قتالية عندهم رقابة على الإعلاميين. نعم يعني لم يكن حرا في نقل ما يريد. لا رقابهم طبعا يفسرون ذلك بأنه خشية تسريب سر عسكري يؤدي إلى ضرر القوات العسكرية، ولكن وليست هناك حرية طبعا إلا في الحدود التي يريدوها وتخدم مشروعهم. نعم. ومعركتهم. فاللي حصل أنه عندما تجاوزت القوات الأمريكية وهي استراتيجيتها أم قصر، وأم قصر معروف قضاء صغير وفيه قوة عسكرية صغيرة أيضا، الإعلام العراقي بتقديري ارتكب خطأ، يعني السياسيين والقائمين على الإعلام في ذلك الوقت ارتكبوا خطأ، وكانت المانشيتات والتلفزيون قبل أن يقصف التلفزيون والإذاعة يركزون على صمود أم قصر، في حين لو الأمريكان عندهم استراتيجية ضرب المدن، أم قصر أعتقد يعني عدة ضربات تنهيها.
الخطأ وين؟ الخطأ أنت عندما تدخل في حرب شرسة وخطيرة ولا تعرف نهاياتها بصورة كاملة، وتأتي وتنفخ في الناس، تضخم الأنا عندهم أنه صمود 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 مقصرة صغيرة. فصار تصور عند الناس، وهو ما تريد الحكومة طبعا المسؤولين وما يريدون الناس، أنه العراقيين صامدين، وإذا قوة أمريكية وإذا هذه القوة الهائلة والطائرات والبي 52 والصواريخ، شوفوا مقصر لحد الآن صامد. ففي وقتها أنا ناقشت أحد الأخوة العاملين في الإعلام ونبهته في الأيام الأولى، وهو موجود أيضا زميلنا الدكتور لقاء مكي، شرحت له مثل ما تحدث الآن أنه هذا خطأ، لأنه في حال وصلت القوات الأمريكية لبغداد الناس ستنهار، فجأة يقارنون ماذا حصل في مقصر ولماذا وصلوا إلى بغداد. فطلبت منه أنه ينبه المسؤولين، يعني لا يضخمون من هذا الموضوع، يعني تعاطون إياه أنه حدث يعطوه أهمية بس مو ذيك الأهمية الكبيرة. حضرتك تعرف كان ماشيتات فهذا واقع الحال، ولحد الآن ربما يعتقد الكثيرون أن الأمر كان صمود بالتأكيد، يعني وكانت ربما أستاذ وليد ربما الإعلام أو السياسة والرؤية كانوا لرفع المعنويات، يعني في ذلك الوقت كانوا يتحدثون عن الفلاح اللي يسقط ببندقية البرناو الطائرة للاباتشي، نعم. كانوا يتحدثون عن قوة نزلت بالبعاج أو أعرف بهذا وأبيدت كلها بفلاحين وناس يعني رعاة وكذا، لكن واجهوها. ربما كانوا يريدون يرفعون معنويات الناس للمواجهة أو ماذا، لكن الفعل كان تأثير عكسي. ربما هو يعني في الحرب النفسية، حضرتك تعرف دكتور، نعم. الحرب النفسية إذا لا تحسب بدقة تكون ارتداداتها العكسية أخطر، نعم صح. ولهذا موضوع الإشاعة يجب أن يحسب في دوائر صنع الإشاعة إلى يعني في مداياته وفي زمانه، وإلا ممكن أن تكون ب يعني أخطاء. فأنا قرأت موضوع أم قصر من الجانب، بالتأكيد الذين كانوا في أم قصر أبطال، يعني سواء من الجيش أو من المواطنين، أنه لم يستسلموا، نعم. وهذا أمر مهم كما حصل في المدن الأخرى. أما القتال في الجيش العراقي أينما اصطدم مع القوات الأمريكية قاتل على أفضل وجه، والعشائر العراقية في كل مناطق جنوب العراق التي مرت فيها قوات أمريكية وبريطانية اصطدموا معها، حصلت معارك في البصرة في الديوانية مع العشائر، معارك عنيفة جدا واستشهد فيها مواطنين الديوانية، وفي النجف في كربلاء وصولا إلى جنوب بغداد. أنت تقصد يعني هل القوات الأمريكية كانت تتجنب الاصطدام مع القوات العراقية خلال رحلتها أم ماذا؟ القوات العراقية نوعين كانت، نعم. قوات المتمركزة في المعسكرات مقراتها والمنتشرة، وكما قلت لحضرتك أبرز فيلقين هم الثالث والرابع، الثالث في البصرة والرابع في العمارة. العمارة، نعم. القوات الأمريكية منذ اليوم الأول كانت تستهدف كل الوحدات العسكرية وهي في مكانها بطريقة قصف تدميري، فهذه القوات أكثرها تشتتت منذ العشرة أيام الأولى. هناك قوات أخرى كانت تصطدم مع القوات الأمريكية وتقاتل، أما في المعسكرات كلها دمرت أو يعني خرجوا أغلب المقاتلين بعدين غادروها. هذا الأمر، وإحنا نتحدث بدون غطاء جوي، لا نمتلك غطاء جوي، نعم. هذا الموضوع مهم، بدون غطاء جوي وبدون رادارات، يعني أنت كل رادارات عندك معطلة لا تعمل، نعم. وبدون غطاء جوي، ولهذا يعني أيضا هذه قصة تذكر، أنه في قاعدة البكر اللي هي 80 كيلومتر شمال بغداد، نعم. في ناحية يثرب، نعم. تابعة لصلاح الدين، أقدم أحد الضباط رحمه الله وهو برتبة عقيد طيار، طلب أنه يهاجم القوات الأمريكية بطائرته، نعم. يعني يفجر طائرته في القوات الأمريكية، نعم. بناء على طلبه، وهو عقيد وعنده عائلة وأكيد يعني أطفال، نعم. ولكن لأنه إحنا من كل شيء، يعني لا مراقبة جوية ولا سيطرة، كلها مدمرة كانت. فعندما تلأت يعني طائرته بالمتفجرات وأراد أن يقلع بها،
كان طريق يعني ليس مدرج طبيعي، فبالإقلاع انفجرت به الطائرة. فهناك إصرار عراقي على التصدي وصل إلى هذه الدرجة. نعم. فكان قتال. أنا بعدها بشهرين أو ثلاثة أشهر رحت إلى مدينة النجف، وبطريق العودة بعد دخولهم إلى بغداد رحت إلى بغداد. هذا الكلام في تموز رحت. نعم. بالعودة مرينا بمنطقة الكفل. نعم. زرنا النبي نبي الله الكفل في منطقة ذي الكفل. فحدثني الخادم في ما الذي حصل. قال يوم 1/4 وصلت القوات الأمريكية، وكانت قوة من الحرس الجمهوري، وهذه القوة اصطدمت وقاتلت بشراسة في منطقة الكفل. في منطقة الكفل. ما اضطرنا الكل يخرجون. فقال استمرت المعارك يمكن يومين، وراها بثلاث أربعة أيام انتهت المعارك لأن قصف جوي. فهنا الحرس الجمهوري قاتل في الكفل، والناس قاتلوا القوات الأمريكية أيضا العشائر ولكن ما الذي حصل؟ يقول بأنه كانت عندنا لوحة في ذي الكفل. نعم. وهو يعتبر من الأنبياء اليهود. هذه اللوحة قديمة جدا، يعني لمئات السنين، وحتى أمر من الحكومة في ذلك الوقت حتى تصويرها ممنوع، ما يسمحوا لأحد. هذه اللوحة. هذه اللوحة. ماذا تمثل هذه اللوحة؟ ماذا بها؟ شيء فيها بالعبري مكتوب. نعم. فيقول بعد أن عدنا مباشرة وراء ثلاثة أو أربعة أيام الأمريكان جايين عليها ماخذيها. هذه اللوحة بالذات. هذه اللوحة بالذات. وقال بعدين كل سبت يعني يأتون إلى الكفل ضباط وجنود يهود ويصلون، يعني يصلون يدون صلاة يهودية في ذلك المكان. طبعا هذه الطقوس لا أحد يعترض على الطقوس، ولكن يعني محتلين ويأخذون شيء إلى علاقة بإسرائيل. نعم. يعني هذا الموضوع. فهذا ما يتعلق بالقتال، وحتى يعني على مشارف بغداد، وعندما دخلت القوات الأمريكية من الجنوب من منطقة السيدية كان هناك قتال. يعني قتال. وماذا أستاذ وليد عن الأسماء كثيرة يعني طرحات، الفريق فلان من الحرس الجمهوري، الفريق ما أعرف منه، اللواء كذا، خيانات، وكانت اتصالات تجي، والبعض يدعي أنه الأمريكان رفعوا فلان بطائرة وأخذوا لهم وهكذا كان الحديث. هل فعلا كانت خيانة؟ أنت تجزم أن لا خيانات، أن هذا الجيش لا بالحرس ولا بكل قوات الجيش لم تحصل خيانات. يعني ما هو دليلك على هذا؟ كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟ لماذا كل القصص الأخرى غير صحيحة؟ حقيقة هذا موضوع مهم. يعني أنا يهمني كعراقي أولا وكباحث مستقل، يعني يفترض أن أكون دقيق. نعم. يهمني أنه أسجل التاريخ وأوثق، هل قاتل الجيش العراقي؟ هل قاتل العراقيون الغزاة المحتلين؟ نعم، ذكرت قصصان وقصص كثيرة، قاتلوا على قدر ما يستطيعون، يعني هذا لا غبار عليه. هل هناك خيانة حصلت؟ بدأت سألت أحد أقربائي وصديقي أيضا قتل من قبل عصابات لاحقا، عميد ركن صالح حمد الرحيم المزروعي. نعم. سألت عن هذا الموضوع مباشرة بعد الاحتلال، وهو كان عامل لواء في الحرس الجمهوري. قال صبيحة الحرب، يعني في يوم 20 الساعة 8 صباحا، جميع قادة الفرق في الحرس الجمهوري أو أغلبهم وقادة آخرين رن عليهم تليفون الأرضي المحوري. نعم. في بيوتهم؟ لا، في مقراتهم. نعم، في مقراتهم. نعم. في مقراتهم العسكرية، وكلهم تحدثوا وياهم بلغة عربية، قدموا أنفسهم أنه إحنا من المخابرات الأمريكية. نعم. ويطلبون منهم أنه يتخلون عن صدام حسين. سمعنا هذه القصة كثيرا. نعم. يعني هذه واحدة من موضوع الخيانة. أن يتخلون عن صدام حسين، وصدام حسين وحكومته راح ينهارون. ولكن الذي حصل كلهم بلغوا القيادة. وكان يوميا يتغير الرقم
المحوري هذا الهاتف، وأيضا كانوا يخترقوه الأمريكا. نعم. فلم تسجل لجان التحقيق في جميع الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري والجيش أي خيانة لأي شخص. ولاحقا طبعا الأمريكان قالوا احنا نحن فشلنا في اختراق القيادات العراقية أو حتى الحلقة القريبة من صدام حسين. نعم. هذا ما بشكل عام. أبرز اسميا حصل حديث عن خيانتهم في ذلك الوقت. نعم. طبعا تردد بعض الأسماء، ولكن الاسم الأول كان الفريق الركن، فريق أول ركن سيف الدين الراوي قائد الحرس الجمهوري. نعم. والإشاعة أنه في 7 نيسان نعم حملته طائرة مع عائلته من معسكر رشيد. فعلا قالوا هذا الموضوع. نعم. طائرة أمريكية. نعم. والاسم الثاني لواء ركن أو فريق لواء ركن ماهر سفيان. نعم. وكان قائد فرقة في الحرس الجمهوري وكان مقرها في منطقة بوابة بغداد مدينة الكاظمية. نعم. وباتجاه الغزالية. نعم. فاستقصيت ما يتعلق بفريق سيف الذي تردد أنه حملته طائرة أمريكية. نعم. بعد الحرب مباشرة وهو بيته قريب على بيته في بغداد. نعم. فعادت زوجته وأولاده البيت. نعم. وجرت بعض التعارف والأسئلة معهم، وتبين أنه لم يغادر العراق وإنما تطارده القوات الأمريكية. علمت لاحقا أن الجنرال الأمريكي الذي أغوى سلطان هاشم، فريق سلطان هاشم، وسل يعني سلم للقوات الأمريكية نفسه بترايوس، بعث نفس الرسالة إلى الفريق سيف الدين الراوي. نعم. يطلب منه في تسليم لاحقة. فبالمطلق أنه فريق سيف القصة كاذبة إطلاقا. وطبعا بعد تأكد لأنه كان ضمن المطلوبين تسلسل 8. نعم. فهذا أعتقد كلها تؤكد أنه الإشاعة كذب. نعم. ما يتعلق باللواء الركن ماهر سفيان، أنا سألت توصلت إلى أحد مرافقين إلي وقال نحن في يوم 9/4 هو الرجل بنفسه شايل RPG ويقاتل وينتظر القوات الأمريكية، ولاحقا اعتقل من قبل القوات الأمريكية. فعليه يعني هذه حقائق تنفي أي نوع من الخيانة، وهذه للتاريخ أنه هذا الجيش العراقي أبناء العراق يعني لم يخونوا. وطبعا حصلت بعض القصص الأخرى، ولكن أعتقد ربما سنتطرق لها في يعني في الحلقة القادمة. كان من المهم يعني مثل ما قلنا في بداية الحلقة كنت أتكلم، نحن يعني ننير الطريق للمستقبل من الحاضر للمستقبل، نقرأ التاريخ، لأن التاريخ ليس قصص الماضي فقط لكن هو للحاضر والمستقبل. فهذه جزء مما ترويه تؤكد هذه الحقيقة، تؤكد هدفنا في هذه القضية. أستاذ وليد، وقت هذه الحلقة قد انتهى. أشكرك شكرا جزيلا، نلتقيك في حلقة أخرى لنكمل حديثنا عن العراق في ظل الاحتلال منذ بداياته لغاية هذا اليوم. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم شاهد وشواهد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.